ممكن تعور احد، لو خبطتيها في احد ممكن يتعور حقيقي. لعبه البيتونج هي عباره عن كور حديدية، بنحط الكرة الصغيرة بنرميها على مسافة تقريبا 5 أمتار، بعدين نرجع كل فريق ياخذ الكرة الحديد ويرميها. لو قربت من الكرة اللي هي الصغيرة الهدف بيربح. يلا سارة. برافو سارة، برافو. Keep close, okay. أول مرة كان عنا إنه بما إنه تقيلة صرنا بدنا نزت نقوي أكثر ما عنا. Now it's your turn. ما توديناش في داهية. لا ماشي. باي باي. So نمبر we check the points. أربحتوا أنتوا. One point. One okay. واحد صفر. لا فزناش. ما فزتوش. تحسن حالنا أولاد صغار، صرنا كلنا مبسوطين باللعبة ومين بده يربح. أكثر من إنه عم نتعلم وعم نجرب شيء جديد. Let's do it again. لا بعد ما فزنا. فزنا. والله أنا زيك ما فزت، أنا اللي فزت. أو ساتيا. أو واو. خطيرة البنت. صار في منافسة بين فريق وبين فريق. اللعبة هي كتير سهلة بس عايزة ذكاء شويه، يعني تحاول تركز عشان احنا يعني جايين نلعب جايين نهزر فما ركزناش. يا ساتيا برافو. نسينا نربحنا. نحن ربحنا. لا هيدا اقرب. نحن بنربح. شكرا. هم فازوا بس تسلينا في الاخير، احنا winners by heart. يلا مصممه ان انا كسبت فيها، يعني انا عشان عارفه ان اصحابي دلوقتي اشوفوني انا برضو كسبت فيها عشان ما حدش يقول ان انا كسبت برضو. اكلوا الضرب يا لوزر. ليونيل يور اميزنج جريت هوست اند يو جيف اس ا فيل اوف كان ذا انتيب اول اوف ذس اريا. نايس تو ميت يو. طبعا رغم اننا صحينا جدا بدري بس حابه اشكر شيف هال على التجربه الجميله دي اللي خلتنا فعلا نشوف بساطه الشعوب، يعني يمكن حسينا بنفسيات بعض اكثر، تقربنا من بعض. يعني اوفرول كان مشوار منيح. سي بيتون فيتون. واحد.